طالما بقى فتحنا باب الكلام والحديث عن فيروس كورونا، تعالوا نقول لحضراتكم خبر عن معدل إصابات كورونا. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 361 حالة جديدة ووفاة 13 حالة جديدة وخروج 122 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، طبعا بعد ما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى أمس الثلاثاء. وقال الدكتور خالد مجاهد وهو مستشار وزيرة الصحة والسكان أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشر لتعافي المريض من هذا الفيروس.